الأسهم الأوروبية استقرت عند أعلى مستوياتها لعدة سنوات اليوم الخميس مع صعود أسهم الاتصالات استناداً إلى بعض الآمال بعمليات اندماج في القطاع، قوبل بانخفاض حاد في أسهم شركات التعدين بدفع من مخاوف حول النمو العالمي. إليد ارتفعت 6.3% وتقدمت بويك 5.3% في توقعات بمزيد من الاندماج في قطاع الاتصالات الفرنسي. على الجانب الآخر سجل انخفاض حاد في أسهم شركات التعدين على خلفية المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية وانخفاض أسعار النحاس نحو أدنى مستوياتها في شهر واحد. البنك الدولي قلص توقعاته للنمو العالمي هذا الأسبوع قائلا أن التقاء الأحداث من أزمة أوكرانيا للطقس البارد بشكل غير معتاد في الولايات المتحدة قلل التوسع الاقتصادي في النصف الأول من العام.